دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية مع الكاتب محمد سالم برمادة مقالا بعنوان الرئيس هادي الوعد والعهد. يبتدئ الكاتب قوله أنه منذ سيطرة ميليشيات مجلس الانتقال على العاصمة المؤقتة عدن تطاول المتطاولون على فخامة الرئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وشرعيته الدستورية، وبدأوا عصرا جديدا قديما من خنق للحريات وتضييق للخناق وإظلام العقول وتوجيه رأي العام نحو فكر واحد وتوجه واحد لا يختلف بأي شكل أو صورة عن الماضي، وإن كانت البدايات سريعة مخيفة ومتلاحقة. ويواصل مقالته قائلا: والحقيقة إن عودة الدولة إلى عدن العاصمة المؤقتة يعد مطلب لكل أبناء اليمن، كيف لا، والانتقال خلق انفلات أمني وأخلاقي وخراب للدمم والنفوس وغياب متعمد للرؤية وللهدف الأسمى والأعلى، ألا وهو القضاء على الميليشيات الانقلابية الحوثية وعودة الشرعية للعاصمة صنعاء. ويختم الكاتب مقالته مؤكدا على مسألة بأن فخامة الرئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي لا يمكن أبدا أن يتخلى عن دوره وجهوده الاستثنائية رغم كل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن، لأن هذا هو قدره وهذه هي مسؤولياته تجاه شعبه. وختم كاتبنا مقالته قائلا: عدن العاصمة المؤقتة لكل اليمنيين، مدينة السلام والمحبة والتنوع والتعايش، لن يستقيم حالها من غير الشرعية الدستورية للرئيس هادي. فكان الرئيس هادي عند العهد والوعد الذي قطعه على نفسه، وتم تحرير العاصمة المؤقتة عدن من قبل أبطال الجيش الوطني، وأنهى الهيمنة والسيطرة على عدن من جانب تيار بعينه وإلى الأبد بإذن الله. حفظ الله اليمن وشعبها وقادتها ممثلة في فخامة الرئيس القائد عبد الرب منصور هادي من كل سوء، وجعلها دوما بلد الأمن والاستقرار والازدهار.